تمام، نعم. بتتكلم على اجواء ممكن تبقى غريبه شويه، تمام، ممكن الاصابات ماشي، لكن في اجواء كمان غريبه شويه كابتن اسلام معانا. انا زي ما قلت لك، احنا على الجمهور ان هو يستوعب ده، وعلى الجمهور ان هو يكون عارف ده كويس. الموضوع ما بيتحلش ما بين يوم وليله، والامر ما بيبقاش سريع كده زي الناس متخيله، وخصوصا مع طب هو ممكن يا كابتن تشرح لنا يعني ايه حاجه غريبه بعد اذنك؟ بمعنى ان انت الموسم اللي انت فيه ده في ارتباطات كتير جدا، في عدد مباريات متلاحقه بشكل كبير جدا، فالامر ما بيتحلش ما بين يوم وليله. نعم. بتعمل صفقات كويسه جدا، صفقات هتفيدك وهتبقى معاك، مع لعيبه متميزه جدا جدا، ممكن تبقى متعوره في الوقت الحالي لكن اكيد هترجع. يعني انت بتتكلم على ناس غايبه هترجع في يوم من الايام، ممكن بعد اسبوعين، بعد ثلاثه، بعد شهر، وناس تستجيبها بشكل كويس او تدعيم قوي جدا لما هيلتقوا الاثنين، هتعمل فرقه كويسه ومع العناصر الاساسيه اللي موجوده. نعم. فالامر بالنسبه لك ان شاء الرحمن رايح الطريق الصح، لكن الناس عليها انها تستوعب، الناس عليها تستوعب وتبقى مدركه ان الامر سهل طبعا. هياخد فتره، وهياخد فتره تدريجيه، تمام؟ لكن في حاجات كمان يعني حواليك مالهاش علاقه بالكوره. يعني في حاجات كتير جدا الناس تبقى مدركها كويس قوي، ان احنا كلنا لازم نكون في دايره واحده، سواء كان على مستوى الاداره او على مستوى الجهاز الفني او مستوى اللعيبه او حتى الجماهير. علينا ان احنا نصبر، وما نجيبش حل غير ان احنا نصبر عشان نطلع بشكل كويس. في اجواء اصلا غريبه جدا في الوقت الحالي، ما بتلعبش دوري عادي، احنا بقالنا مثلا يعني سنه 2000 من سنه 1948 1948 لحد دلوقتي في عدد من الدوريات كتير جدا، تمام؟ 80% خدها النادي الاهلي او 85% خدها النادي الاهلي، لكن في بعض الاوقات كان فيها ما فيش دوري. وارد وارد ان وارد جدا ما فيش دوري، لان انت بتبص لبكره، ما بتكلمش ان انت قطعت الامل، لا طبعا خالص، تمام؟ لكن انت بتلعب اتحاد انديه مثلا،